كابتن طاهر ابو زيد. يا كابتن طاهر ازاي حضرتك؟ مساء الخير يا اسلام، اهلا بيك. وانا اسف ان احنا اتاخرنا على حضرتك، معلش انا اسف. ابدا ابدا ابدا. اخبار حضرتك ايه يا كابتن؟ كله تمام؟ ازيك انت يا اسلام؟ يشرفنا الحقيقه وجودك معانا الحقيقه، واسره برنامجك بكل خير، اهلا بيك حبيبي. ربنا يخليك كابتن طاهر. اليوم الحقيقه تم وضع حجر الاساس لفرع النادي الاهلي الرابع، وحضرتك طبعا بصفتك احد رموز النادي الاهلي كنت متواجد في هذا الافتتاح او وضع حجر الاساس. قول لنا رؤيه تمام. حضرتك لهذا الموضوع ايه؟ شوف كابتن اسلام، انا حضرت طبعا مبنى او فرع مدينه نصر في التسعينيات، نعم، او في اواخر الثمانينات واوائل التسعينيات، وشفت الكابتن صالح، كابتن عبد صالح الوحش، وهو بيكمل انشاء هذا النادي. وشفنا بعد كده فرع الشيخ زايد وبيأسسه وبيكمله ايضا المهندس محمود، طبعا بالتاكيد في مجالس ادارات قبل كده، انما بتكلم على اللي كملوا الانشاء. نعم. الحقيقه الجديد بقى ان محمود طاهر النهارده وهو بينشئ نادي جديد في فرع الشيخ زايد بيضع حجر اساس في نفس مده الولايه بتاعته. وبالتالي ده الجديد، ده اللي بيقول لك ان النادي الاهلي بيجري بسرعه. نعم. النادي الاهلي بيسبق الجميع. عندك في الحقيقه مجلس اداره على راسه المهندس محمود طاهر، عاوز اقول ايه، بيشتغل وبيوري انجازاته، يعني ما بيقولش انا هعمل كذا. يعني الكابتن صالح سليم قبل كده ما كان بياخد قرار كان بياخده. وبالتالي بيفاجئ الجميع انه في قرارات بتتاخد وهكذا. فاللي بيعمله في الحقيقه المهندس محمود طاهر له كل التقدير في الحقيقه، وله كل التأييد ايضا من المخلصين من ابناء النادي الاهلي. نعم. النهارده في الحقيقه بغض النظر عن موقفي وتأييد المهندس محمود، انا بكلمك على ان النادي الاهلي بيخطو خطوه تاريخيه. نعم. الفرع الرابع لنادي بحجم النادي الاهلي في ظروف اقتصاديه صعبه مرت بها الدوله خلال الاربع او خمس سنوات الماضيه، اعتقد ان ده ان دل على شيء فبيدل على ان الناس دي اشتغلت كويس قوي. عشان كده احنا فخورين بيهم، فخورين ان عندنا مقر رابع او نادي بينشا في تجمع تقريبا بجوار العاصمه الاداريه، يعني بيتحرك ايضا مع لغه المجتمع ومع تطور المجتمع. نعم. الجميل في الامر ان الراجل بيشتغل في الحياه في هدوء وفي صمت ودون ضجيج، يعني حتى النهارده التواجد الاعلامي. نعم. وتواجد اعضاء النادي الاهلي بشكل رمزي ما فيهوش اي نوع من المغالاه. فانا بحييه من خلال برنامجك وبتمنى له التوفيق، وهو اضافه للنادي الاهلي، واعتقد ان ما تم انجازه اليوم هو تتويج لحاجات كتير عملها الراجل في الحقيقه. تمام. كابتن طاهر، يعني بعد زي ما حضرتك قلت وجود فرع في الشيخ زايد او الاول في مدينه نصر وبعد كده في الشيخ زايد وبعد كده في التجمع الخامس، تفتكر ايه الحاجات اللي ممكن تحصل برضو خلال الفتره الجايه من خلال مجلس اداره النادي الاهلي؟ شوف يعني احنا عايزين نقول ايه؟ نعم. ان دايما اولاد النادي الاهلي بيكملوا المسيره. نعم. يعني لو احنا رجعنا بالتاريخ كابتن اسلام لمساله بدايه انشاء مدينه نصر، بدات بفكره. يعني الاهلي مستقر في الجزيره، انما كانت عين من يدير في هذا التوقيت على فرع مدينه نصر. نعم. وبالتالي الكابتن عبد صالح الوحش بدأ تحلق، الكابتن صالح سليم كمل هذا الانجاز. نعم. وهو في الفرع الثاني وهو رئيس نادي تعينه على الشيخ زايد. نعم. النهارده جه رئيس جديد المهندس محمود طاهر بيكمل رساله الجيل اللي قبله. النهارده بيبقى في فرع رابع، عايزين نقول امتداد الاجيال وهذه القامات. انا في تقدير الشخص في الحقيقه ان النهارده المهندس محمود طاهر هو امتداد للعظماء. الفريق اول عبد المحسن كامل مرتجي، الكابتن صالح سليم، الكابتن عبد صالح الوحش. ده ان دل على شيء زي ما قلت لك، واخد بالك، هو بيلقي بالظلال ايضا ان الناس منتظره من محمود طاهر الاكثر. الحقيقه يعني اما تيجي تبص على النهارده، اولا بالنسبه لموقع النادي
بالنسبه للمساحه في الحقيقه مساحه فاجئتنا كلنا النهارده 50 فدان كبير جدا 50 فدان نعم يعني بنتكلم هي قد الجزيره كم مره انا مش عارف الجزيره الجزيره زرق. يظل الجزيرة طبعا هو البيت الام لينا كلنا لان احنا كلنا عصرناه في طفولتنا يا كابتن اسلام طبعا يا كابتن انما النهاردة كمان انت بتتكلم على ارض هي ملك النادي الاهلي انت بتتكلم على الشيخ زايد هي ملك ارض للنادي الاهلي كل دي اصول في الحقيقة بتزيد من قيمته نادي الاهلي قيمته المعنوية والادبية اكبر بكثير من مئات الملايين الفرع بتاع مدينة نصر ايضا هو يملكه النادي الاهلي فانت النهاردة يعني الحقيقة يعني كلها انجازات بتحسب لكل الاجيال المخلصه واخرها انا في رايي المخلص محمود طاهر. تمام اشكرك يا كابتن طاهر على وجودك معانا وشرف لينا ان حضرتك تكون معانا على الهاتف الكابتن طاهر ابو زيد نجم مصر والنادي الاهلي السابق طبعا متحدثا عن انجاز افتتاح او وضع حجر الاساس للفرع الرابع للنادي الاهلي.